السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور مختار، مدرس الجلوكوما في معهد بحوث أمراض العيون. الحقيقة دي حالة كاتراكت كانت جاية في العيادة. البيشنت ده سنجل اي بيشنت لوست هيز اذر اي فولوينج كاتراكت سيرجري ان انذر فاسيلتي. ف والكيس ديت طبعا والعيادة ديت فيها دنس كاتراكت زي ما احنا شايفين كده. الكورنيا از فيري باد، وفيه لو شفنا الايريس هنلاقي ان فيه اريا كده اوف ايريدوسكيزس. تمام، البيشنت ده جلوكوماتوس وماشي على جلوكوما تريتمنت ميديكال يعني. بالنسبه للاسسمنت بقى اوف ذيس كيس بيفور سيرجري، الانتيريور تشامبر ديبس كلينيكالي كان فيري شالو، وطبعا لما قسنا الانتيريور تشامبر ديبس لقيناها اقل من 2 مللي سنترال. بالنسبه للاي ال باور كالكوليشن، الاي ال باور كالكوليشن كان بلس 30 دايوبترز. نبدا هنا حاله الكاتراك سيرجري بالكريشن اوف مين انسيشن. وانا بكريت المين انسيشن هنلاحظ ان اول ما بدخل بالكيراتوم انتو anterior chamber الكيراتوم immediately بتلاقيه بيلمس الايريس عشان ال anterior chamber is very shallow. بعد كده انا هحط stay عشان اعرف اعمل capsular rexus، لان طبعا الكورنيال condition is not very good والريد ريفلكس برضو مش حلو قوي. ولكن هنا بمجرد ما حقنت ستين اندر اير بابل لاحظنا حاجه، لاحظنا ان الاي بقت فيري تنس، التنشن بقى عالي جدا يعني ديجيتالي كده كان ستوني هارت، والكورنيا كمان بقت حصل لها وايتنينج زي ما احنا شايفين كده، كأن حصل إديمة immediately بعد ما حقنا الستين والتنشن عالي جدا. How can you proceed with this case and how do you manage these problems؟ في بروبلم تانية انا حابب ان انا اقولها، هي مش واضحه هنا، ان بعد ما بدات السيرجري اكتشفت ان الستين عدت ورا اللينز، فبقى فيه ستين ورا اللينز، فما كانش فيه ريد ريفلكس طول السيرجري، كان بلاك، كان ريفلكس توتالي بلاك. ايه هي الخطوات اللي احنا هنعملها في حاله زي كده عشان تكمل الحاله ونكمل الفيكو ونامبلانت اي؟